اختتم وفد الشعبة البرلمانية المشارك في اجتماعات الجمعية 38 بعد 100 للاتحاد البرلماني الدولي بجنيف. ونظرا لأهمية دور الشباب، شارك في الاجتماعات إلى جانب وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين وفد شبابي من معهد التنمية السياسية، حيث اطلعوا على سير الاجتماعات بالبرلمان الدولي. طبعا احنا سررنا بأن يكون معنا وفد شبابي من معهد التنمية السياسية، تخصصاتهم مختلفة عن بعضهم البعض، فمنهم القانوني ومنهم الذي يعمل في الإدارة المالية ومنهم الإعلامي، فنوعية الشباب اللي تم اختيارهم بشكل جيد ساهم في يعني وجودهم في هذا البرلمان لمعرفتهم ما يدور في قاعات الاتحاد البرلماني الدولي. أحب أوجه جزيل الشكر والتقدير إلى معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب، وإلى سعادة الأستاذ علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام ورئيس مجلس أمناء معهد البحرين التنمية السياسية، وللإدارة التنفيذية بالمعهد برئاسة الأستاذ أنور أحمد على ترشيحهم لمجموعة شبابية من وفد معهد البحرين التنمية السياسية للمشاركة في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي. طبعا هذه التجربة تعتبر الأولى من نوعها لمملكة البحرين لمشاركة مجموعة من الشباب في هذه المحافل الدولية الهامة. استفدنا الكثير في هذا في حضورنا لهذه الاجتماعات واللجان الدائمة. حضرنا عديد من مجموعة من الاجتماعات اللي شفنا في كل اجتماع ممكن متفاوت عن الثاني. شفنا طبيعة التصويت في القرارات والبنود، طريقة التواصل بين المشاركين وبين المحاضرين. استفدنا الكثير منها خصوصا في المجال اللي يخص مجالنا، المجال الديمقراطي والمجال السياسي. التجربة هذه بالنسبة لنا فريدة كموظفين في معهد البحرين للتنمية السياسية وكشباب، وأتمنى أن يكون في مشاركات مستقبلية لعدد أكبر من الشباب الاستفادة في مثل هذه المحافل الدولية. وبهذه المناسبة أحب أشكر معالي السيد رئيس مجلس النواب وسعادة السيد علي محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام.